عشان بس وقتنا، انا بس يعني هقرا لحضراتكم، ويا ريت لو معاكم بقى انتوا اعرضوها، يعني المذكره اللي قلنا بتاعت ممثله في الدوله طبعا في الهيئه الجهه الاداريه وزاره الشباب والرياضه. المذكره المتقدمه دي الطلب بقى بيطلبوا ايه بناء عليه، بعد طبعا السرد وبعد طبعا كل الوقائع، وان الناس دي ليسوا ذو صفه. نطلب الحكم اصليا بعدم قبول الدعوه لزوال شرطي الصفه والمصلحه، احتياطيا بعدم اختصاص المحكمه، ولائيا بنظر الدعوه واحالتها بحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه على سبيل الاحتياط، بعدم قبول الدعوه لانتفاء القرار الاداري على سبيل الاحتياط الكلي، برفض الدعوه مع الزام المدعي بالمصروفات في اي من الحالات عدا احتياطيا. هو ده اللي احنا بناكد عليه، وده اللي اكده المستشار مرتضى منصور. يعني موضوع العزل ده ليس صفه، ايه الموضوع كله حتى ايه موجود على امام حضراتكم، زي ما انا بقولها لحضراتكم تاني، هقراها لحضراتكم تاني. نطلب الحكم اصليا بعدم قبول الدعوه لزوال شرطي الصفه والمصلحه، احتياطيا بعدم اختصاص المحكمه، ولائيا بنظر الدعوه واحالتها بحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه على سبيل الاحتياط، بعدم قبول الدعوه لانتفاء القرار الاداري على سبيل الاحتياط الكلي، برفض الدعوه مع الزام المدعي بالمصروفات في اي من الحالات عدا احتياطيا. وده اللي بنأكد عليه دايما، وده اللي بنطالب بيه، ان القانون يطبق واللوائح تطبق على الكل، واولهم نادي الزمالك، واحنا اول ناس بنقول لاحكام القضاء واحكام اي قرارات حتى لو ضد نادي الزمالك بنقول تعظيم سلام ولا تعليق على اي قرارات، بس دي المذكره اللي موجهه الدوله نفسها.